لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم، حياكم الله. بالتزامن مع تجديد عادل عبد المهدي رفض حكومته للعقوبات الأمريكية على إيران، برأيكم ما الذي يكسبه العراق من هذا الرفض وسط تهديد واشنطن بعقوبات شديدة على مخترقي تطبيق هذه العقوبات؟ بهذه الإجراءات وبهذه التصريحات يكسب العراق مزيدا من الأعداء، مزيدا من ضياع الفرص نحو التنمية والنهوض والتخلص من كل الأعباء التي فرضتها فترة، يعني المرحلة السنوات الخمسة العشرة الماضية. العراق بهذه الإجراءات وبمزيد من الاندفاع نحو إيران فإنه يخسر كما قلنا مزيد من فرص التنمية ويكسب مزيد من الأعداء في المجتمع الإقليمي والدولي. نعم، من جهة أخرى قال عبد المهدي أن حكومته أبلغت واشنطن رفضها للعقوبات لأنها عدتها إملاءات. إلى أي مدى تعتقد أن قرار حكومة عبد المهدي يتعلق فعليا بالسيادة الوطنية ومنفصل عن التبعية لطهران؟ بالتأكيد لا حكومة عبد المهدي ولا حكومات حزب الدعوة التي سبقته خاضعة للسيادة العراقية، وإنما هي تماما خاضعة لإملاءات المحتل الأمريكي والإيراني للعراق. وبالتالي فأي حديث عن هذه الإملاءات أو حديث عن السيادة يعني هو محل سخرية للمواطن العراقي قبل أن يكون لأي دولة أخرى أو لأي مسؤول آخر في العالم. الجميع يعرف تبعية هؤلاء الذين جاء بهم الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق، وبالتالي فإن أي قرار يصدر منهم لا يمكن أن يصدر بإرادة عراقية وطنية حقيقية. الاحتلال الإيراني عندما دمر المصانع والمزارع و يعني جميع مناحي الحياة في العراق فإنه كان يهدف إلى ربط اقتصاده تماما، اقتصاد العراق يعني تماما بالاقتصاد الإيراني، وجعل السوق العراقية وهي سوق كبيرة جدا في المنطقة مرتبطة تماما بالسوق الإيرانية وبالبضائع الإيرانية وبنافذة مباشرة للاقتصاد الإيراني. بالحديث عن هذه النقطة حول الاقتصاد الإيراني وربما بشكل أو بآخر يستفيد من العراق كسوق لبضائعه، إذا كانت إيران فعلا تعد العراق بلدا حليفا، لماذا ترفض طهران دفع العراق مستحقات الكهرباء بعملة الدينار العراقي وهددت بقطع الكهرباء عن المحافظات العراقية إذا لم يتم الدفع بالعملة الأوروبية اليورو؟ إيران تعتبر العراق حديقتها الخلفية والرئة التي تتنفس من خلالها، وهي في هذه المرحلة بحاجة إلى عملات صعبة نتيجة الحصار الأمريكي الذي سيفرض عليها أو الذي فرض عليها عفوا. ومن المتوقع أن تكون نتائج هذه العقوبات وهذا الحصار شديدة ومؤثرة على الاقتصاد الإيراني وعلى المجتمع الإيراني بشكل عام، ولذلك إيران تصدر أوامرها ولا تطلب، تصدر أوامرها وتفرض إملاءاتها على النظام في بغداد لأجل الدفع بما يسمح للنظام الإيراني بمزيد من فرص الحياة، لأن حقيقة هذه الأموال التي تضخ الاقتصاد الإيراني فإنها تمنح النظام الإيراني فرص للحياة ودماء جديدة. أمام هذا التقارب الشديد بإيران، ما مستقبل العراق كدولة مستقلة وتأثيرها على ما يجري على العراقيين؟ ما دام العراق خاضع لهذا النظام السياسي الذي جاء به الاحتلال لن يكون هناك أي قرار وطني مستقل، ولن تكون هناك أي مصلحة لشعب العراق في أي من القرارات المحلية أو الخارجية المتعلقة بدول أخرى يعني إطلاقا. هؤلاء ينفذون سياسة إفقار العراق وتدمير العراق وقتل العراقيين وتجويعهم وإدخالهم من أزمة إلى أزمة.
شكرا جزيلا لك رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.